أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأمانات وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سورة ما إلى رأيك عشرين قبلها وذا سورة المؤمنون إلى رأيك مكية واية مكية كدكتية لك جيدة وآياتها 108 آيات سنة بقول إسيد آيضاظ مركان سورة ما إلى سورة مكاوية هذا جرم واية ما إلى هذا لاسة مواضع دي صور مكية وهذا العين يحوق سارسة أوه الوحدانية والرسالة الوحدانية والرسالة والبعث والنشور أنت سيد حوق سارسة مركة صورها عدد الآيات قراءات كتبت سميد مكوضة أنت بدأ من معه سودان الرسم العثماني سورة قصة أيضا جمع كل الترياو بدنا هذا سورة ده تحن ولا ما هذا سي فنعم المولى ونعم النصير طلعت النصير أيضا لي سورة هدر أرت ونات بلاوة هاي يتا تنع ده ما إلى رسول الحج ده ومع ذلك سورة أنا أيضا جاء صاحب كتاب مرتين يا رب بقول إتنصير أيضا بقول التنسيد أهل بقى الجلالين كثير وآياتها 108 أو 19 آية 19 آية بقول التنسيد قال بدت لبا معلمين تانون يقول ديك جنة قرآن كما يبوا للك اللي بقول لحظين اللي آية ضوضو يا قبيت ذا رجلين ما لسه رأسينيا لتلك للاقوا لسه رأسينيا لقى كونغ لقى جيد لق يدو قالوا كهرجة كونغ هتلاقي روك عليه مارك لكونغ ولا سر رأسيني ولا هو كدين بدم بقراءات ولا كجار مصعب كرني قارئ كرنا لما بقولي ولا دلا قارئ مارك ساسي كيرن قراءات كل هوا نجرا ولا دلا أو ما إلى رأيها تنجرت 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 لدا كو سورة المركان مواضع ذا سديس موضوع أو كسابسا توحيد كوحدانية الإلهي الله الرسالة والبعث سدي القيامة وأحوالها سديس موضوعي يركزاز. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ تفسير هذه السورة يا بالله بسم الله إلهي مقاعشك بالله إلهي الرحمن حرست عامك الله إلهي الرحيم حرست قارك الله. قال تعالى إلهي مري قد أفلح المؤمنون قد أفلح ملي بني المؤمنون يلي بني قد نحوليت مرجرا حرف التحقيق نحوليت مالو داي معنود نفتي نحو ملي مسلاس مسلاس علم المعاني بلاغة الأواز إذا يجيك يا المي قد حرف التحقيق يلا هذا والتقريب
مثلا ما رجعنا قد في الحلم لتحقيقه ما كلا في ايديه سي رجعنا للتقريب وقت هذا واحد قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه صلاه لي مكانه با صلاه ما لي قيام سمرك دي جيد الله اكبر عليه جيرنت حتى تعالى حسبه توصاه ما مؤذن لي قد قامت الصلاه صلاه دي كتم لي ما لي لا ربع قيام هو ما يدمن صلى يبوا امام بسوري با امام كان سورنا ورتنا اگے میں کرو دا امام ابو امام ہر ہت ویر دسرے نے کرا سلا اگے میں مرغا صاحب لا گل ہے بلا گل کے تو دے او سرا دے اگے انت امام کے ہوب گرو نے لنگا لا دور دے مرگ لنگ کون اس کر رہا مرگ امام لے مرغا دے اگے میں کو اخباء المصلين ولا رقم ذات مرگ قد قامت الصلاة قروا قيامها هذه مضارع قالون ما هي فائدة للتقليل أو التكثير غالبا لكن تقليل فائدة وقد تفيد التكثير قد أفلح من الليبني المؤمنون الليبنيين الإمام أحمد بن حنبل الإمام الترمذي رحم الله الجميع عمر الخطاب ما يقول إنه رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم باي هدي وحيها كدغ اذا نزل عليه الوحي سمع عند وجهي نبغ وجهي انت ميل كدغي دوي كدوي النح جوح غور او شنيد غور يو كلا او شنس غور اسم كسان لكن ولا كمي تالي كور ولس كسو شنيد غور جي او كلا لكدغي نبغ فأنزل عليه يوما فأنزل الوحي يهدي عليه يوما فمكثنا ساعة ساعة دون نجاح ساعة قدروا من الوقت اللي جيت من اللي عندك إن قالوا يا فسر عنه رسول والفرح سي فاستقبل قبلة قبلة قابل ورفع يدي كان يكون قال ما ري اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا ايه ضعوا الرسول اللهم زدنا الى من زياده ولا تنقصنا الى من نقصنا نين نقصنا واكرمنا نكرامي ولا تهنا الى من دلت الى وعدنا والمسيح ولا تحرمنا من غضيضي واثرنا الى من دور ولا تؤثر علينا الى من قدرتك دتك نين كوري جري وارضنا اله نيرالنا وارض عنا نزال جلي نيرالنا وي نيرال ها نورال ها جرتي ده نيرال ها نورال ها رسولكم مركم ما يلرين انزل علي 10 ايات ما يري رسول الطمان آية ولا يدي من أقامهن لانك آيات كستوس وكعمل فلا دخل الجنة مركز ما يخري قد أفلح المؤمنون أصلا قد أفلح ما اللي بني المؤمنون اللي بني ومنين تمكن لي بني لي اللي بني أنت يشروع ذلك هي شرط الكوات وما ما يكجر إذا مؤمنون بل غير ميل بكجر الإيمان والإسلام بعد الإيمان والإسلام يدد لي بني يوم الليبان كاملة هرم بين الذين دولك وهم يوبا في صلاتهم خاشعون صلاة دولك خشعة متواضعون كالتواضع عين وصلاة دولك خشعة عين مرقى صلاة ما يشرب الخشوع الخضوع يشرب إن لك صلاة قلب جينا خشوع وبنا جينا خضوعا الذين الدين هم يوم خاشعون خشوعين في صلاتهم صلاة أي متواضعون خاضعون ظاهرا وباطنا فالخشوع ظاهري خشوع ظاهر كملك جيد التمسك بآداب إن ملا رأي آداب تلقى وإذا ابتسل أدفاس لقاض بآداب الصلاة وعدم العبث فيها إن لا تلنك عيار
والخشوع الباطن هو استحضار عظمة الله تعالى إلهي عظمه لها لا حاضر سبحانه مركل أنك سلا هذا كجيل لأنه هو هذا كجيل لكن لأن قلبي جي ميركل كم نغنى لأنه هو ناجي عيارين نغنى الذين دنكو هم يوم في صلاتهم صلاة ديو لتية خاشعون كخشوعين والذين دنكو هم يوم معرضون كجيسلين عن اللغو هذا كاللغة ما لا يعني يمين الله ودار اللغو الإمام حسن المسري مهري اللغو المعاصي كلها الجديد أيضاً هتمني الجديد معاصي الجديد الإمام القرطبي السنة ميليا فهذا قول جامع والذين هم عن اللغو معرضون ما لغو غمي ميليا الشيخ الإمام القرطبي كساساً وإمام مفسر أندلسي مقالة الجديد في الناس قرطبة إسبانيا كتاب ميليا كتاب له رواه الجامع لأحكام القرآن إلى لباتني مجلد يلي ما يعرف هذا قول جامع قول جامع واي يدخل فيه قول من قال هو الشرك ومن قال الغناء وما لا فائدة فيه كلها قال والذين دونك واي معرضون هم يوم معرضون كجزء عن اللغو هذا كلاه ما لا يعني خير الله ودرها والذين دونك هم يوم فاعلون أي مؤدون جزايان بالزكاة الزكية في جزايان والذين دونك هم يوم حافظون إلى اليان لفروج فجوا إلى اليان عن الحرام كل اليان إلا على أزواجهم حاسس قرشي معي من زوجاتي أو ما ملكت أيمانهم ولا يقلنتم من كذين من السراري سرية ما فإنه غير ملومين أنه لنك أعظم في إتيان إنسى يدوشو بل يكون لهم أجر أجرك الله هذا يعني رواه مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله مهري وفي بضع أحدكم صدقه بضع قاس جماعة الجيه إن لانك إهلجي حلال نمك سيب صدقي إلهي كسير قال عمرنا يا رسول الله رسول الله أياتي أحدنا الشهوة لكن الشهوة سأن سيدي وسوء سفاده ويكون لها فيها أجرا أجرك لها ذي قال رسول الله أريتم قوة رماب لو وضعها في حرام هذه حرام أنت سيدفا أكان عليه وزر فما هم عرفتنا فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر أدوس حلال أنت سيدة أجر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مركون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى لنجرادي ذلك أرنك فمن ابتغى لنجرادي وراء ذلك فمن ابتغى أي فمن طلب وراء ذلك التاسول هاين من الزوجات والسراري زوجين هاين السرين هاين فأولئك هانس هم العادون عن حد قدرهم المتجاوزون انتلابسين إلى ما يحل الله ويحلالهم هاي انتلابسين والذين دلقهم لأماناتهم أمانات إيو عهد بلنت يوبا راعور إلى الياهين والذين دلقهم يوبا على صلواتهم صلاة يحافظون إلى الياهين مثل سورة معارج آيات الله هذا سأل سائل بعدها وقت مدور ما يجرته والذين هم على صلاتهم يحافظون بجرتهم ليس ما ينهض بالعوص الذين هم على صلاتهم دائم إيه الذين في صلاتهم خاشعون أسمدوا انتك وقت آخر آيات لها رأى ذلك جرته والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون مرة ما ذلك هاتك أنت لكن ما لك أرأي والذين دلقهم يبلي أماناتهم أمان ذيو وعهدهم بلمت وراعون إلى الياهين حافظون والذين دلقهم يبلي على صلواتهم يحافظون ما يفضل أي مركون أو الله تهتك كنا يقول ما يكجرته والذين هم بشهاداتهم قائمين مرز والذين هم بشهاداتهم قائمين وأنا مكان مرق ديو سيء أفلا أنت حتى إيه قبل
الذين على صلاتهم دائمون لها أنت الملائكة الذين في صلاتهم خاشعون إسلام ما يلك دماي والذين هم على صلاتهم يحافظون أنت يجيب لك دماي سأل أمرك ما يدير هذا يقول دي عايدة والذين هم بشهاداتهم دائمون يعني كدرسين أولئك في جنات مكرمون يلا غير ما هيك مركي معارج روغني أولئك في جنات مكسوين جنيال مكرمون يولا الشرفين الدرجاي انت ما لقيري أولئك هم الوارثون وانا من كده حالين لا غيرهم لان كلام الجر الذين هانوا يرثون الفردوس فردوس الحلايان هم يوب فيها في فردوس خالد دون كوارهم مركا الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آيدة تميكو بدي لا دعف لحم اليمني المنون اليمني الذين دونك اليمني هم في صلاة صلاة وخاشعون كخشوا عيان الدائم عيان والذين دونك هم يوبا عن اللغو لاغه جي وحيقست اللاغه معرضونك جيس الآيان والذين دونك هم يوبا للزكاة فاعلون للزكاة ما كلها معنى لته زكاة هذه المفروضة إلهك فرضها في أموالك وفي بدنك إن الجزء ما يكل الزكاة كهوز عليه التبرعات والصدقات والنفقات بيها ما يهوز عليه الزكاة استهيرت جميع الذنوب استهيرت قد أفلح من تزكى ما يكرنا التزكية تزكية ملك جيدة مرقوم إن عقيدة إيمانك وطهرت شركيات إخرافات إتراهات أساطير بهتان خزعبلات ونظيفة عقيدة حلالة لكويت إلهي كريس عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة الصعدة ما إلى رأي عقيدة أهل السنة والجماعة ولا شخص من الله وما كان عليه النبي وأصحابه وسلف هذه الأمة الكجيرة عقيدة الصحابة وات النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هي أصحاب السلف الصوب بناي عقيدة هاي أحاديثها قررت على ما أنا عليه وأصحابي يا رسول أني أصحابي ولك السوم لانك السوم كاسب البادية كسوة فرقة ناجية ضائفة المنصورة لو إن هذا التزكية عبادة البدع تطهير العبادة من البدع لما ما قبته سدي تطهير المعاملات من الغش والخيانة والكذب والمكر والخديع إن معاملاتك ضيعت أفر تطهير الأخلاق من الرذائل أخلاق ضاينة كضايرت والرذيلة ليز لنا كضايرت أفرت هذا التزكيد للرهن إذا مرك إلهي كيرنا توبة نصوحة لكويت استغفار تبضيض لأن إلهي إنكوه أنه آخر سجاس النكات كاسا لك الجير إرهن التزكيد للرهن اللهم آتي نفسي تقواها حديث الرسول دعاء نبو مي اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها قد أفلح من تزكى ما يكفي وذكر اسم ربه فصلى صلى تزكية تعسلك جيدنا ضائعة تزكية عامة وإصرار سيم الله قد أفلح من زكاها وقد من ظهرها الجديد وقد خاب من دساها هذه بارقة مركة والذين هم بالزكاة فاعلون ما دام هذا الصلاة الله هذا لي صلاة بعد جاء يا كويتي كو ما يكعن واسها زكاة عادية أو ركن من أركان الإسلام ولا كأنها قلاية أنت كأنها قلاس والذين دول كواية فهم يوب فاعلون أي مؤدون جذعين للزكاة الزكاة والذين دول هم يوب لفروجهم فرجج وحافظون أولي عن اللغو معرضون هذا أبرقك ده معاصي لسانه معاصي لسان لا غي سوبيه أبرقك سوبيه
والذين لفروجهم حافظون ما له معاز ما له كدار ذي معاز الفرج لان الى يبون قوم سان فرج جي حدود ملك ده لم يشيء لها ربي الزوجات والسراري والكلب بينهم الله ما يكلا على سها الأنكحة الباطلة نكاحها وفاسدك يعني بتاع فلسطين ما يقول لكن زوجيس هم الضوء سليج يرتون سورين منه ولا يخضع أي مين هايس جيف ما يشيك أنا لكن مثلا بلان بلان نيوس انقبنا هدي بلان ميتس كآلة ساس كتاي تيوت دين باوي بدين باوي أنا ماي ماي لنقر لهاي والله ماي لنقر لكن بلان ميتس قردو أي ميت بيبب لما كون سالي تضبطي كسما جبالي يا دوغو ميلو جوني ودقي اسلام عدم بركم اقرب ميلن كويس تعي على سوق افهمت اما مغرب هو اسكفيل جدا كوب بعد اذا انت اسكويت فيرا لسه مرق بدن من هاي اسلام انت كويت واب ان كويت ما ينكو تبتير الله الله تلك كويت يقول به بلاها تجرنا كيف كانوا يزجرنا هاتلي أنت بشرط لأنك يا بشاكي قال حساب تمي إن آسف قال يوغا إريتي بالحق وضي لب جرته وهاو ما يواليو وذاتك ملب والفيلة آمي إسك توسين يخيط ولا أنا إن دقن يوغا ديت دقن كساسنا إن ولا دقن يوغا ديت خوص قال ديت يوسي لأنك ما ينهايس لأنك ساس أحبال ما ينهايس لكن تحذير لفظه ما جرت مركم زين ورشة دار مركم زين يا بغي يا لواط كي يا بني آدم لها كتب حيوان حتى لك الدنيا هاي ولا حتى يورب كجار ودقي البحر يورب تقي البحر ولا يسوب ياس بتشيغوها يعني كل حار ما لي علم ذوك الضوضاء أنا يجمع قرائتنا إلا على أزواج محاس وما ملكت إيمان ولا قانت الملكي ما يفينهم يو غير ملومين هانو لنك اهدانوا فمن ابتغى لنك رادي وراء ذلك من الزوجات وسراري والقبحصا لنك رادي فأولئك الدوغاس ملعادون كالاستمناء باليد يكره إلا هكي قاعدة استعمال أوكي حارم وراء علمات المسلمين تدولا حد وعين جرا لكن ما السلطة حارم لي دكتور يوسف القرضاوي أعلن له يوسف القرضاوي قرضاوي يا له نوله كتاب ما يقول الحلال والحرام له كتاب لكن لا يرى ولا يسوى سنه يعني لكن لا يرى ولا تفاني قال والمدي لا صار مرقوم له راي اسكو جري على السوق كيف قران قاعد تقول مشرد ما فمن ابتغى وراء ذلك لك فاولئك هم العادون المتجاوزون حان يجد بهم الى ما يحل الله ولا حلال حان يجد بهم والذين دولهم يوم لاماناتهم امانذي جمعا وفردا به يجر لامانتهم يجر لاماناتهم ابن كثير ما يقرأ لامانتهم لامانات امانه قرضازنا dadkii amaana ma in kasaayna buugun walaal oo imha inteen hakeen kuna gadaa kunugun in uga inteen hakeen kuna gadaa aan leen kasaay amaanada oo quraanku hadda sheegay sidii shaqadaas to manfaadi bawl maal kan leh tan wadii ila raa unak fahmaano to no lanka gaade leh aari leh ideegishu walba ideegti amaanikii تنسد هذا مشترك إيجار شيء إيجار غربو إيجار بابرو إيجار غربو إيجار أمانك أنت زي سدي زي أمانة الوديعة والعارية الوديعة والعارية والإجارة سدي زي أمانة تنحس جاي أمانك لا جامع جرتين معنوي أيام لما أول كيس رئيسي ألان كيشك سي سجرته يعني كشيك ده بغلقه كو
الوارثون وما يدحلان هيك واسمع الذين يرثون الفردوس هم في آخر إن الله على أنت صفات ما تلها شيء الله عين آخر والحجابة دخلك الجنازة لك حجابة الذين دولك يرثون دحلان الفردوس الفردوس دحلان هم فيها في فردوس خالدون كوارين. قال تعالى إلى إمري ولقد خلقنا الإنسان يؤون من سلالة يؤون سلالة يسير ومن طين ضابئ ثم جعلناه يعني هو سلالة دي نضفة تماك ويعني نضفة أساس سيلز في قرار مكين مكان سقناش الصون ثم خلقنا أون النضفة نضفة علاقة تكون هنجر فخلقنا علاقة هنجر تما يكون مضغة سافن فخلقنا المضغة تما يكون ثم خلقنا مضفة تماكونة علاقة هنجر حتى فخلقنا علاقة تماكونة مضغة سافة فخلقنا المضغة سافة تماكونة عظاما لف فكسونا العظام لفاقيك الدواني لحما هلب ثم إنشأناه أوني خلقا آخر ومسكلا فتبارك الله أحسن خالقين ما يسر هي إلهي أحسن خالقين أنت والأونت الله يكون أحسن ثم مركز بعد إنكم بسم بعد ذلك مركز بعد لما يتونا لما داسن ثم مركز بعد إنكم بسم يوم القيامة ما القيامة تبعثون ولا سنبية ولقد خلقنا أون فوقكم كركين سبع ضرائق تضبجت وما كنا أمين غافلين عن هلما عن الخلق ومستم هلما سنين إلهي سبحانه وتعالى أسباب الجنة لك سيدفة مركي شرحي يا أصل كلك درين سيمر ولقد خلقنا الإنسان يا أمي من سلالة تنقك أمي سلالة يصير له كم أصل شيء هو قوي تيل رأي إنسان ليش أوت آدم كويل ولقد خلقنا الإنسان بمعنى آدم يا أمي من سلالة تين سلالة ما له جنة لري سلالة شيء من الشيء استخرجته هو شيء كدبي سللت شيء من الشيء اي استخرجت منه خلاصته مرجع من سلالة سافة اما السر ومن طين ضابع يكون هو نبا ادم ارلكم ارى نوعك استنى نعم ثم خلقنا هوالنا الانسان انسان ما هوالنا من نسل ادم هوالنا أدلنا نسيج جين نضفة منية إن من لك أم اللي بدل حكمة إلهي معايا لن كسر التوقيز أر لك أم حكمة إلهي معايا نرأس حديث رسول مي بهاي خلق الله الملائكة من نور وخلق الجنة من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم ثم جعلناه نضفة والمنية وفي قرار مكان الصغناش وهو الرحم رحمك ويبقى باقى هذا 40 يوما أفرتم ما لماضي كذلك ساس هذا نضفة ما هذا أفرتم ما لماضي إلهي قدريس شهوة الرجة حيوان نورك جر بضم حيوانات من الأولاد حيوان كس إيه أكمه إلهي سبحانه وتعالى رحمك بويضات كل مرة أقول اليوم يا إلهي إسكدره جوجو هاي إسكدر من غداه جوجوكم إسكدر سمي جن مضوف له أمشاج يلهه مركي إسكدر سمي أمشاج يلهه مركي ونوك عندي أرجعون إخصاء أنسى يلهه طال في قرار مكين المجلان كعادة والمجلان جه ومع ذلك إلهي ميلك الصوغة ميل رسمه اللي جدي مر مر لمن نقول هذا مر مر سدين هذا ثم خلقنا نضفة نضفة يا علاقة تكون دم جامدا ليك كنا كصوب الهنجرة 40 يوم هذا ثم خلقنا علاقة هنجرة ما يكون مضغة لحمة
hilib, hilib, hilibka soo gadra maayan babu inta lanqo alaalay kore way baa 40 ama kadar boqol iyo fartun geem boqol iyo fartun geema sida fartun fa khalaqna al mudghata yamay kuumana idaama laf hilibki yaray dhatisa laf la kuumay laftun kureed luumo tan madagu may kigde amud al faqriga ki laf dhabarta markaas la ku dhadhan bala galnya iyo luga iyo walaal iyo kala samaysmaan ruuhan wal kafuf ruuha wal kafuf hubantin korita dagaagas weenaadi weenada shaqo ku bilaa bis weenada soo shaqo bilaa nooli ruuha marku la kafuf inuu ma jiini allahan al hasheeg ari ma gaba ari kaale ay dhimada fadid ay noo dhimada fadid lamba la daraa goom isliibin jiifay wala bambay fadid ruuxu sir ilaahay inuu muujin fa kasawna al-idaama al-lahma la faage may ku wareejinay hilib suma anshaana halqan aakhar oo miskala bilaan tinti dhigaagi sanki yaani hindoogi hatana dambalowshe oo dambale wal furfure af kula gaajiye ilid kool diyaari si ilkaan ku baa mustaqbalka din afranka dhunka furma raashi kama ugu aaday xadiinta ugu aaday xablu surra wala ays aan wala ays aan to kanooli afkuus wal ku aamo shan taas go dibla gaato ku kurka wal ku aamal arzaqdi meelan ku seegas suma in sha'ana huma asaasnay khalqan aakhara oo miskala fa tabaarakallahu ahsanu khaliqin argas allah ayaa sareey ahsanu khaliqina anti wal unt wal samid ilaahi ka filaa سؤال سمر سامعتا أحسن الخالقين يا الكريم إلهي ما يبوا أنت والبؤومس هي كان كفيلو ما يجرنا قلت لنا يسون هاي نقول وما جرى ما جرى لكن ما جرى والأو والسيس سنبيهم جرانا مصور إيه تالي والهرب هم جرانا يلا خلق هذا بمعنى جعل الله سمي ما نادتو ارتستيال والله هربية جرانا يدلك جيل ما إله إلا هو الأمة فتبارك الله أحسن الخالقين ثم مقاس بعد إنكم يسن بعد ذلك مركزكم بعد مركز لوكو كويتان زمن نولتان لما يتون هون لما دويتين ثم مركز بعد إنكم يسن يوم القيامة تبعثون ما أنت قيام هون لها بيويتين ولقد هي خلقنا أوني فوقكم كركين سبع برائق سبع سماوات يلك جيل جمع طريقة لأن بعضها فوق بعض وقيل ملري لأنها برق الملائكة ملائكة الجو وما كنا نميه غافلين عن علم عن الخلق تحتها سماوات كهوستي ومخلوق الروق علم عن الله الموجنين وما كنا عن الخلق غافلين ملك جيلي سن مدون تير مقبت شديد يا هود هود لتسكار بل إريد الكواكب النجوم أجمار الشهود النازج والبع أجرام سماوي لا يكون جران نلقون أمي لكهير إنك عالي بيل مكهير بلقون نصارنا بيل مكهير شريد يهود التار كل لا يرهبا ويمسك السماء أن تغى الأرض إلا بإذن يطلع مرمى إلهي حاي كل أود إلهي لك حاي iriida simida afaraada gataal afshan higaan jeed dhigro simida afaraada iriin ka taalas tanga dunyanaad ma ka taal dhatu ma ka taal igim meel karaama lebo aha meel hati iri nanka baahanyina samaawaat ardul malaa'ikati tagda ilmul falaq walla isku raanida nadriida نظريات برشوك براية وما كنا نميه غافلين عن علم عن الخلق خلق تحتها تحت السماوات فلا تسقطوا عليهم مكدور رياس يا لله سبحانه وانزلنا هدي ديني من السماء سمدي جماعا بها بدين بقدر قدر قدر الكفاية فأسكنناه ميقليني في الأرض لكقليني وإناهم
لقادرون عن أود أن على ذهاب به بين لبابي فإن شاءنا لكم سنسى عزن به بالماء جنات أسندوين من نخيل يتمرد وعناب عنب لكم سنسونا فيها في الجنان فواكه كثيرة فواكه فربا سنسونا ومنها يجي تكون أمسا وأنزلناها ديني من السماء سمدها جماعا بها وديني بقدر لكن إلهي هديها وضف الصحابة الكلاك سمما قدر لهم فأسكنناه في الأرض بيوي وكجلين وكذا نجارا وجارو عرفيك وضي القعمات وضي وككين جارا وإنا على ذهاب به لقادرون بيوي قسم سنجد تبين قادرة كأنه قل رأيت من أصبع ماءكم غورا فمن يأتيكم المعين فإن شاءنا أساسنا لكم سنجد أساسنا به بالماء الجنات نسينك أساسنا ومن خيل كيت مرد وعناب عنب لكم إسنسن صونات فيها في الجنان فواكه كثيرة وضار فربضا ومن آيه جي يتأكون والقوع مسمير وشجرة جيد تخرجها قباس من دور سيناء أو من دور سيناء تنبط ما إلى راسي بالدهن صبك أما دايس أما السري يد راسي وصبغ ما إلى راسي قصار للآكلين وإن لكم إسنسن صونات فلا نعم النعم وليت العبرة تسين صونات نصغيكم سنورا بيان بما في بطونها والأولادك جرى سنورا بيان ولكم مثل سونة فيها في الأنعام منافع كثيرة منافعات فربضان ومنها يجي تكون قامسا وعليها على الأنعام نعم وليد كرشة آيدة هذا وتحملون ورسن حنباري عليها على الأنعام إيو على الفلك دون كل جلسين حنباري يا إسمان انتم يلقوا بالله لا بالله لا أدين لك النار ولك النار ما يفعل إلهي بن أومي أرله نومي صلاه من بدل ترى نشين إلهي ما عيون كثيرة نعمين دوس نسي تفوقوا فوقوا هنا فوقوا كهرنا ولقد خلقنا فوقكم سبع برائع لك إلى لك ينصوب يرك أدل لك ينصوب حتى نقولكم إلى عليه شرط سلك لما نعمة إلى لك ينوالي فوق خيرك وقوي شرطيز مالك وراءه وما كنا عن الخلق غافلين لابو روب يرقو كويو بلوكا لك انجيليا لك هرات او وجه تدوكي الانسا لك انسارة هرات الهراء تدوكي الانسا لك انجرت وجهر الهراء مايكا لك انشاقه فاسكناه في الارض ما وإنا على بهذه بيه لقاتل ان بيه لوكا كجران لكوك هذا يهدي لك انه كوك هذا وكما يكون مده ان اصبر لك وير دي ذي قد اهل فرب اصبر منه أهل بيوج ما جاية، إيجا ريحان يكون على كورن شنغلو، أهل كعمر لهرات يا لجير، أهل وينهاي، إد بين لاجير، داوم قال إستخباري، غرابد إستخبار، غوري، رجيت من بنا، ولا غوري أهل كلهري لهرات بعده، يلا غرانا كذا ماي، وإنا على ذهاب به لقادرون. فإن شاءنا أساسني سين أضودني سين ألكمني لكم يسن به بالماء جنات السين دوي بير بير جديد من نخيل جيد تمرد وعناب عنب لكم يسن سونة فيها في الجنان بير غاسلتيو فواكه قضار كثيرة فربضا ومنها يجي تأكون قوامسا الحبوب تأكون المرأس حبوب مسجد قليت قمذيق سرينتا يعني حندلا ولان بيرك بارن سماما دا قال ديجرت لوزك سسنت ولان أولي سليد بصورنا إلك يا وكزينك باين ومنها تأكلون ما رأسهم تبوري دين وكذا تزقلاو كم ميرك وركباو كل إلهي سين ويل ومنها من الفواكه والنخيل والعناب وغيرها ولا بيرك بارن مما تنبت الأرض يتأكون كنولا أصلا ما هو الله حقيقة يا أبو تلاد فرقي مركي الله قبائي ميلة هنوى قاجل لما هذا مركي دي مركي قاجل لما هذا إذن لما هذا فرق دادن قدر سمي إبر لباي ولي يهيري بيرجو تابسل آرنت إذن لندي
laga markun garooray in dhowr yar misgi isku gadafaday dadan dibsada hatta misgi gadaasha markii garoorka la dhawaayay dhalinyaradii ma yareen garoorta dhawaayeen dad bank may linki dilay inta diliba may duugne dad bank may linki dilay anti yadartii aan leedan may duugne lafa banaanka bayalan ko kale dooday ma yareey uunko si seejiray uunko suubiday unuuna hato signay sirbiid may linki dilay heere misgeedun dartii ilaahay waan dhanba gabtay may janaal injii teelan riwamer markii misgiin bat janaal aanu ka rafaad ilaahay waan taan dhanba gabtay may janaal injii teel uun kono suubiday hatab salukii uun ko si seej janaal asay waaga mushani gornyolay arbaxaraw kurtun waari awreek baad rafaad aw dheeg si seej uun kono waa suubiday uun haato signay sirdiin meen gidile ko kala hadlay ma yareey gembiin geershi misgila faale haya warka kasaya gembiin geershi gaalna gaashanji garar geede maal garuun ka meen gidile war gaal anti gaal dhewro anti misgila aan gidho misgila waay wal goor heelay soo amayti ya halay shuf 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 diid sharrag madidas adina soo sharu ayan mayle halay shuf sharrag madidas leh waabay kale leegiliya marba hadda walna ma isku reebo qort markay misiga gimbiga ola laga jeed gimbiina geerci gaalna gaashanji garar geedey maal misgil geedey maal la misgil geed magyaalka is misgil leegdin ma min asmaaha wa min asmaai misgi garar geedey maal ku mid ah ya gerin ku meelin gudde raat markan anta leeg reebana meelay una tii misgin hayso unta ma koyne ila raay wa min ha taakulun yadoo ku ama saar wa shajaratan geedo takhrujuh qabasun nur sayna qabas shajaratu zaytun al gajid tambutu may dalasi biduhni salid i wa sibghin qusar lil akin dadkan dalas wa in lakum isin sunata fil an'am ni'mulayt la ibratan beerbo la kuadre may kiga sidid bar adunya beer afaraayt meera beer wala ku bay hatna ay dinay gudubti bar adin gaal ilo yirin ibrisin ka suu nusriikum sanwara bayan mimma fi butuniha wala olada ka jani gibal aqsheeda in bayni farthin wa damin laban oo diig lama dhatiyo ma haysan gushaynay labanan khaalisan saaigan la jaarin hatta leh marna anka suratu nahl nusriikum sanwara bayan mimma fi butuniha wa olada ka jarta wan nadiif la ka warabiya oo saa ku noqaysay ma diiga ku noqay ma nadiif ولكم يزن سونات فيها في الأنعام السنجة سونات منافع كثيرة منفعات فرب بضن جايد الكوارد ذا مغار جوات تين الكوارد ذا دون تنتي وانا الركسوب سيدا ما يدو منافعات ما دو كثيرة فرب بضن وتأكلون آمسا منها من الأنعام اللي عملوا ذجيكو آمسا يليب شو آمسا وتحملون ورسا حنباري ورسا قادي عليها الأنعام السنجة جايد السنجة وعلى الفلك دون قرجة السنجة هذا وعليها على الانعام اي على الفلك الدون كل يطوح من السينك عن بارين والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.